الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أصدرت قرارا قبل قليل بإنشاء مجموعة وعدد من الأفرع الخاصة بالرقابة على المصنفات الفنية لأول مرة. كان عندنا تقريبا مكتب واحد أو مكتبين في القاهرة واسكندرية، النهاردة بقت فيه كمان كان موجود مكتب في الإسكندرية للرقابة المصنفات. والقرار ده جه بعد اللي ناقشناه الأسبوع قبل الماضي، المسرحية اللي كانت عرضت في نادي الصيد واتخذ بشأنها الإجراءات القانونية المختلفة. وزير الثقافة منذ قليل أصدرت هذا القرار لإنشاء عدد من الفروع ليصل العدد إلى 6 في محافظات المقرات الجديدة، هتكون في الجيزة، جنوب سيناء، أسيوط، الأقصر، مرسى مطروح، البحر الأحمر. إذن لأول مرة عندنا مكاتب للإشراف على فروع للرقابة على المصنفات في المحافظات التالية لأول مرة: محافظة الجيزة، جنوب سيناء، أسيوط، الأقصر، مرسى مطروح، البحر الأحمر. ده تحرك وتطور أيضا مهم من جانب السيدة وزيرة الثقافة. مؤسسة الرئاسة النهاردة على لسان السفير بسام راضي نفى علاقة